كابتن ابراهيم ومعروف الفوز على فريق الكويت والاهلي في المركز الخامس والسادس. شفت ماتش الكويت ازاي مع الفوز الكبير؟ ماتش مش سهل خالص، ماتش كان صعب، خصوصا ان كويتي بيضم لعيبه كتير كويسه جدا محليين من الكويت ومعظمهم تقريبا في منتخب الكويت، وبيضموا كمان محترفين مميزين جدا، عندهم تقريبا 4 محترفين وده عدد كبير جدا. فماتش مش سهل. بعد ماتش برشلونه احنا قدرنا نلم نفسنا عشان نتخطى اللي حصل في ماتش برشلونه، كان نفسنا نعمل افضل من كده في الماتش بس الحظ ما حالفناش وعملنا اخطاء سهله. الماتش يعني الفرق وسع في بدايه الشوط الثاني فتخطينا دوت وحاولنا على قد نعمل ريكفري كويس ونذاكر فريق الكويت، والحمد لله ان احنا قدرنا من اول دقيقه لاخر دقيقه احنا متقدمين بفرق مريح الحمد لله. والله بص انا شخصيا يعني في خلاط، يعني احنا كنا في المانيا عندنا اسبوع دولي لعبنا ماتشين اقوى جدا مع منتخب المانيا، قبلها كان عندنا بطوله افريقيا في الكونغو، الموضوع مش سهل خالص. رجعنا تقريبا رجعنا يوم اثنين كان عندنا ماتش يوم ثلاث في الدوري، زي ما انت قلت الموسم مضغوط جدا وموسم صعب، بس يعني احنا كفرقه النادي الاهلي احنا بنحاول نتخطى ده، بنعمل روتيشنز كتير وديفيد عامل شغل كويس وعامل تشكيلات كويسه، بنحاول كلنا نريح بعض وده باين ان احنا مكملين بنفس الريتم من اول الموسم لغايه دلوقتي. الموضوع صعب مش سهل لان انت في نظام في المنتخب وفي نظام في النادي، بس ده قدر اللعيب او لعيب النادي الاهلي ان هو يقدر يحافظ على النظام في المنتخب، طريقه لعب وفي طريقه لعب مختلف في النادي. فيش وقت زي ما قلت لك، رجعنا من المانيا الفجر تاني يوم لعبنا ماتش النور، فهو ده قدرنا وعلى قد ما نقدر ان شاء الله ربنا يحفظ اللعيبه من الاصابات وان شاء الله نكمل باذن الله. بص بطوله افريقيا طول عمرها بطوله مش سهله، ديربي مصر وتونس مهما كان الظروف ومهما كان كل حاجه، الماتش في الملعب ممكن يبقى حراسنا مش موافقين حراسهم موافقين، فكل ماتش وليه ظروفه، مفيش ماتش سهل خالص. يعني الناس اللي بتقول منتخب مصر كسب بطوله افريقيا الموضوع ده مش صح، لازم نتعب ونجتهد ونترجم ده في الملعب، الموضوع مش سهل. احنا اخر بطولتين افريقيا قدرنا نكسب تونس في تونس واخر واحده كسبنا تونس وكاف فيردي في مصر، فالضغط علينا مش على تونس بس ان شاء الله نقدر ان احنا نكسب ونصعد دايركت من بطوله افريقيا وما نحتاجش ان احنا نلعب ملحق ان شاء الله. اخر حاجه، ايه رايك في النظام الجديد للدوري المصري وخصوصا في النهائيات؟ بيست اوف 3 هو ده نظام جديد علينا كلنا، بس ده نظام اعتقد الجهاز الفني لمنتخب مصر باستور هو اللي حطه، فاكيد هو شايف كده ان المنافسه هتبقى عاليه، ماتشات كتير جدا، بس احنا يعني على قد ما نقدر يعني اي نظام احنا بننافس على الدوري سواء بيست اوف 3 مجمعات فاينل اي حاجه، النادي الاهلي دايما بينزل مكسب في اي ماتش سواء دور تمهيدي مجمعات بيست اوف 3، ف يعني هنتعامل وهنلعب على اساس النظام الجديد ان شاء الله.